محمد، عارفين طبعا استدعوا احتياط حوالي 300 ألف تقريبا، ومعنى استدعاء الاحتياط يعني كل حاجة في إسرائيل تتوقف، صناعة، زراعة، كل حاجة يعني تقريبا بتقف. ممكن يعني يفضلوا لحد إمتى؟ شهر، اتنين، أربعة؟ لأن هم عادة يعني شغلهم أو حروبهم قصيرة جدا، أيام أو أسابيع قليلة جدا، ما يقدرش يقعدوا سنوات أو يقعدوا شهور طويلة. هنا حقيقة حضرتك على هذا السؤال الذكي، لان اسرائيل لا تستطيع ان تحارب فترات طويله، ودي مشكله كبيره جدا بسبب طبيعه الجيش الاسرائيلي اللي 75% منه قوات احتياط من ميادين العمل والانتاج المختلفه، و30% فقط قوات نظاميه. حرب اكتوبر بعظمتها ويعني بكل الدوي الكبير بتاعها اسرائيل لا تنساها، استمرت حوالي 25 يوم قبل 24 يوم وقف اطلاق النار. النهارده احنا بنتكلم في حوالي 28 يوم، شهر، وداخلين على شهر، وانا اعتقد ان الاقتصاد الاسرائيلي هيتاثر. خليني اقول لك معلومه من الاعلام الاسرائيلي والمصادر المفتوحه في اسرائيل تفيد في هذه المساله. اولا، عدد المجندين احتياط كان حوالي 320 الف او 360 الف مجند احتياط، وده اكبر تجنيد في تاريخ اسرائيل حتى اليوم. اظن غزه لا تحتمل ذلك، لكن كانت الرساله المقصوده ان اسرائيل مش في عمليه او في جوله من الجولات المتتاليه مع غزه، لا، هي حرب بكل معالمها. لكن هذه المساله التي اقدم عليها بنيامين نتنياهو وهو يعني قاب قوسين او ادنى من السقوط من على عرش، يعني المسألة دي عملت هزة في الاقتصاد الإسرائيلي. ليه؟ لأن أنت تجيب 70% من الشباب من المصانع ومصانع ومعامل التكنولوجيا المتقدمة ووزارات الصحة والقطاعات الصحية والقطاعات التعليمية، أوقف الدراسة في الجامعات، يعني طلبة الجامعات وأساتذة الجامعات المجندين في إسرائيل يصل عددهم ل 30% من إجمالي الدارسين في الجامعات الإسرائيلية. و70% من قوات الاحتياط التي تم تجميدها، يعني حوالي رقم كبير قوي لا يقل عن 60 ألف. القصد هنا ايه؟ الجامعات الاسرائيليه عملت بيان قالت ان الدراسه هتبدا يوم 3 سبتمبر. كان مؤشر بالنسبه لي البيان ده، طلع من اسبوعين، ان الحرب لن تطول. بمعنى ان الحرب اسرائيل لا تحارب اكثر من 6 اسابيع متوالية، وإلا الاقتصاد الإسرائيلي مهما كانت حنفية الدعم الغربي مستمرة فالتأثرات هتكون كبيرة جدا، وتخفيض حد المستوى الائتماني لإسرائيل وتراجع الاقتصاد الإسرائيلي هيكون ضار جدا جدا على العملية الاقتصادية والعملية عملية التنمية في إسرائيل. فأنا أعتقد إن احنا يعني بعد 28 يوم، يعني لو كان صح قراءتي لمسألة بيان الجامعات الإسرائيلية اللي هي تمثل طلبتها ومنسوبيها حوالي 70% من قوات الاحتياط، فاحنا أمام أسبوعين أو ثلاثة. طيب.